وسهلا ابو حميد، يلا حيا، شو اخبارك حبيبي؟ كثير تساؤلات الناس اللي يجلسون فتره طويله على الايباد، امهات يسالوني يقولوا ولدي بنتي جالسه على الايباد فتره طويله ومحدبه، هل هذا الشيء بياثر عليهم اذا كبروا؟ طيب وش الحلول؟ في حلول كثيره، في تمارين علاجيه اللي احنا نسميها تمارين بهذا WTY، في برضو بعض التكنيكات في العلاج اليدوي اللي تخفف الالم وتحسن قوام الجسم وتخفف التوتر العضلي الموجود، بحيث ان القوام يحاول يرجع على وراء ونعدل القوام. ممتاز. طيب هل مثلا اذا جلست انا بهذا الوضعيه مثلا انه اثبت عليها اعدل، ولا في جلسه معينه؟ ما في جلسه يعني معينه صحيحه، الافضل دائما تعدل وضعيه جلوسك كل 20 دقيقه كل 30 دقيقه، انك ما تجلس على وضعيه واحده فتره طويله. طيب ينفع هذا الـ WYT للكبار؟ ينفع للكبار والصغار، لانه احنا بنحاول نحسن قوام الجسم من وراء، وينفع برضو للناس اللي اعمالهم مكتبيه، الناس اللي يجلسون على الشاشات فترات طويله، الناس او الاطفال اللي مثلا على الايباد او مثلا على شاشه الكمبيوتر ساعات طويله، ينفع لهم بشكل جدا كبير كعلاج وكوقايه. طيب اخر سؤال، هل هذا هو الحل للناس اللي تحدب؟ لا، في حلول كثيره. من ضمنها؟ من ضمنها العلاج اليدوي، من ضمنها التمارين العلاجيه، على حسب الحاله الموجوده عند الشخص وعلى حسب الاعراض اللي يحس فيها. طيب اذا كان عندي تحدب تنصح انا هذا انا قلت اخر سؤال، هذا اخر سؤال الحين. تفضل، ما عندي مشكله. الحزام تنصح فيه؟ بعض الحالات اي، بعض الناس اللي ما يكون مثلا عمله طويل ما يقدر يسوي تمارين علاجيه، ممكن احنا ننصح انه يستخدم الحزام الطبي لوقات معينه او فترات معينه، يعني اثناء العمل فقط. اثناء العمل ممكن. يعطيك العافيه حبيبي، ان شاء الله يبارك. اول تمرين اثني الركبه اليمين، واذا كنت ابغى الركبه اليسار احاول ارفع واثبت 5 ثواني على مستوى الركبه الثانيه وارجع واعيدها 10 إلى 15 مره. اذا كنت تتعب تسوي 5 وتريح و5 وتريح وتكررها اكثر مره. التمرين الثاني ارفع رجلي شوي واطلع للجانب عشان اقوي عضلات الارداف مع ثبات 5 ثواني وارجع واكررها 5 إلى 10 مرات. التمرين الثالث احاول اثني ركبي واضم رجولي وارفع الحوض مع ثبات 5 إلى 10 ثواني واريح واكررها 10 مرات. التمرين الرابع اجيب مثلا مخده او منشفه او اللي هي الفوم رولر، بس ما تكون بابلز زي كذا، لا تكون ناعمه عشان ما تاثر على الجلد، واضغط للداخل واعد 5 إلى 10 ثواني واريح 5 إلى 10. ارفع مشط الرجل وامد رجلي عشان اشد عضله رباعيه من الفخذ واثبت 5 إلى 10 ثواني واريح 5 إلى 10 ثواني واريح، اكرر 10 مرات. وان جالس ممكن تسويها. اشوفكم على خير. اللي هي الاسم العلمي لها متلازمه الم اللفافه العضليه. علمني وش اعراضها؟ طيب يا طويل العمر، اعراضها الام بين لوح الكتف والابهر. عنده ابهر يتشابهون بالاعراض، بس قال هذا عنده مشكله وهذا عنده مشكله، كيف افرق؟ طيب يا طويل العمر، احنا نفرق عن طريق الفحص السريري. هذا يعني تتشابه اعراضك بس خطتك العلاجيه مختلفه. يعني نخليهم يطقون الابهر؟ لا. طيب ايش الخطة العلاجية غالبا للحالات، نوع من انواع التمارين؟ نبدا بتمارينات الاطالة، المرونة، وفي الاخير نختم بالتقوية. في نصيحة للابهر؟ لا تطقونه في الصراحة. يعطيك العافية.